كما هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا توادروس الثاني الشعب المصري والرئيس السيسي وكافة القوى الوطنية بالذكرى السبعين لثورة 23 من يوليو. وأضافت الكنيسة أن ثورة يوليو كانت الباب ليحكم المصريون أنفسهم وتتخلص البلاد من الاستعمار، موضحة الدور الوطني التاريخي للجيش المصري الذي يقف دائما حارسا لحراك الشعب من أجل حماية مقدراته.